مزايا كتير تضمنتها التعديلات الجديدة لقانون التصالح والمعروف بالقانون رقم 187 لسنة 2023، واللي بيشمل تمديد فترة العمل بالقانون للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف. خلينا يعني نعرف كل هذه التفاصيل، ومش بس كده، كمان هيكون الحقيقة بالإضافة لكل هذه المعلومات اللي لسه حالا شاذلي أفادنا بيها، هيكون في فحص كمان لجميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط بالفصل بينها مع التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية لو تشرح للسادة المشاهدين أهم مزايا القانون 187 لسنة 2023 بشكل مبسط. بص حضرتك، هو بشكل مبسط القانون القديم كان بيحظر يعني المخالفات محظورة، لكن يجوز التصالح في بعضها، لكن القانون ده بيسمح بالتصالح في جميع المخالفات ما عدا أربع حالات، فده وسع نطاق التصالح في مخالفات أخرى كثيرة ما كانش القانون السابق يشملها. إيه الأربع حالات يا فندم؟ الأربع حالات: نمرة واحد، السلامة الإنشائية للمبنى المطلوب التصالح عليه لازم تكون مقررة بموجب تقرير هندسي، يعني ما ينفعش بيت أي للسقوط وأعمل عليه تصالح كده ببساطة يعني. نمرة اثنين، نهر النيل، الأراضي الخاصة بنهر النيل وفروعه ما ممنوع التصارع عليها. نمرة ثلاثة، الأراضي الخاصة بالآثار، الآثار مصر دي ثروة بتاعت أجيال قادمة وما ينفعش يتبني عليها مباني وبعدين نتصارع عليها، إنها طبعا كأن أنا بهدل ثروة قومية عظيمة طبعا يعني. اخر حاجه بقى، تغيير استخدام الجراشات، مفيش تصالح على تغيير استخدام الجراشات. ليه بقى؟ لان انت شايف القاهره وشارع القاهره بقت جراش مفتوح، ومدن زي اسكندريه نفس القصه، فيبقى واغلب مدن الجمهوريه على فكره بقت زحمه جدا، فنتيجه ان الناس بتجرش في الشوارع. ليه؟ لان اغلب الناس حولت الجراشات الى استخدامات اخرى، ما بين مخازن، ما بين سوبر ماركت الى اخره، فطبعا ده مش هيتم التصالح عليه طول الاربع حالات، عدا ذلك هيتم التصالح على باقي المخالفات. طيب عظيم جدا. الناس بتسال، اللي سدد رسوم الفحص بالقانون القديم هل هيدفع رسوم تانية؟ لا، مفيش. هي نفسها مش هي نفس الرسوم اللي سددها خلاص، سواء رسوم الفحص او رسوم جديه التصالح او رسوم التصالح نفسها. طيب عشان برضو النقطه تبقى مفهومه يا فندم بشكل اوضح، يعني كل اللي سدد رسوم جديه التصالح اللي هي بتبقى 25% ولم يتم البت في طلبه، دي موجوده لحسابه وخلاص، مش هيسدد، ما يسددش رسوم جديه تاني. هايل. طيب البناء على الاراضي الزراعيه والخروج من الحيز العمراني، هل ده في تصالح؟ بص حضرتك، هو طبعا ايه، لازم نحدد حاجتين. المخالفات داخل الحيز العمراني دي هيتم التصالح فيها. تمام. داخل الاحوزه العمرانيه. تمام. المخالفات اللي خارج الاحوزه العمرانيه اللي هي موجوده في الارض الزراعيه لها بعض الشروط، انها يكون تجمع سكني ويكون مسكون بالسكان ويكون وصلت له المرافق علشان يتم التصالح عليه، ولازم تبقى تجمع سكني مش بعيد عن الكتله السكنيه الرئيسيه، يعني ما اجيش انا اعمل تجمع من بيت ولا من بيتين ولا ثلاث، ما بداش انا التجمع يعني. ها؟ ما بداش انا التجمع في الحاله دي، ما فيش تصالح، انما لو التجمع انشئ بالفعل في مثلا 10 15 بيت مثلا، فهنا بيكون في تصالح. بالظبط. طيب يا فندم، لو يعني حد او شخص غير استخدام الارض في مناطق بدون مخططات تفصيليه معتمده وتعديات على خطوط التنظيم المعتمده، يجوز التصالح فيها؟ بص حضرتك، اذا كان البناء تم قبل اقرار خط التنظيم يجوز التصالح فيه، يعني خط التنظيم جه عليه.
او حتى الخطوط التنظيميه، الخطوط التخطيطيه كمان نفس القصه، لو فرضنا انها جت على المبنى يتم التصالح به. لكن ان يكون هناك خط تنظيم ويبني هو وياخد من الشارع ويبني في الشارع، لا طبعا ما حدش هيتصالح. طيب احنا ازاي قمنا بالتعديل يا دكتور محمد؟ نعم، ازاي قمنا بتعديل هذا القانون؟ لا ده مش تعديل، ده قانون جديد وقدمته الحكومه. تمام، طيب ازاي وصلنا له؟ يعني الرؤيه بتاعت هذا القانون؟ لا ما هو فلسفه القانون ايه؟ ان انا اقفل ملف التعديات ابد الابدين بقى، وطالما هتصالح مع كل هذه الحالات مش هيبقى، نرجو من الناس انها تفهم ان التعدي على الارض الزراعيه تعدي على مستقبل الجيل كله. لان انا التاكل للبقع الزراعيه في مصر يعني ده بيهدد الامن الغذائي المصري، وفي نفس الوقت تعدى على الجيل القادم. صحيح في خطط استصلاح اراضي، وفي الدوله بتبذل مجهود كتير، وسياده الرئيس عامل برنامج طموح لاصلاح 2 مليون فدان، لكن مش معناها ان انا اترك الارض الزراعيه الخصبه. صحيح. اللي هي جوه الدلتا وعلى ضفاف النيل وخليها يعتدى عليها وتنتهي هذه الارض الزراعيه، امال الناس هتاكل منين رغم زياده السكان؟ عندنا السكان بتزيد، احنا وصلنا فوق ال 105 مليون دلوقتي، وهي نفس الرقعه اللي كان بيعيش عليها 15 مليون. طيب دكتور محمد، البعض بيقول انه قانون التصالح هو فرصه تاريخيه وهديه للمواطن لتقنين اوضاع وحدته وتحويل العقار المخالف غير المعترف به قانونيا لاخر قانوني. رؤيه حضرتك ايه يا فندم؟ ما هي دي فرصه تاريخيه فعلا، احنا بنقول ان مش هيتعمل قانون تصالح تاني. يعني الناس تبقى فاهمه، لاحسن يفتكروا ان كل فتره يخالف وهيجي له قانون جديد، مش هيحصل. ده اخر قانون للتصالح، والقانون ده ميسر جدا. وبيدي يعني فرصه ذهبيه لكل من عنده مشكله في المبنى بتاعه يتصالح، عشان احنا الهدف من القانون ان احنا نخلق السلام الاجتماعي، لان كل واحد قاعد في بيت مخالف مهدد، قاعد مهدد. طب دكتور يعني عذرا، سؤال سريع جدا اخيرا، يعني في جديه تصالح 25%، هل في تسهيلات في الدفع في حاله انه المواطن طبعا اللي عايز يقسط المبلغ يقسطه، والتقسيط على 5 سنين اذا اراد، منهم 3 سنين معفيين من اي فوائد. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنه الاسكان بمجلس النواب. شكرا جزيلا يا فندم على كل هذه الايضاحات.